نظم التحالف الوطني احتفالية يوم اليتيم بمشاركة نحو 500 طفل من دور الأيتام ومؤسسات الرعاية والأسر البديلة بمحافظة الفيوم. تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات بالإضافة لتوزيع هدايا وألعاب على الأطفال وحفل إفطار جماعي للأطفال والعاملين والمتطوعين. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت مؤسسة الجرح للتنمية المجتمعية احتفالية يوم اليتيم بمشاركة نحو 500 طفل من دور الأيتام ومؤسسات الرعاية والأسر البديلة بمحافظة الفيوم. الاحتفالية التي أقيمت بنادي جرين جاردن بالفيوم تضمنت مجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات بالإضافة لتوزيع هدايا وألعاب على الأطفال وحفل إفطار جماعي للأطفال والعاملين والمتطوعين. النهارده في الفيوم 500 طفل من مؤسسات الرعاية ودور الأيتام هيفطروا معانا وهنوزع هدايا وعاملين لهم احتفالية كده إن شاء الله تبقى جميلة. يوم اليتيم ده يوم جميل طبعا، بنحاول إن احنا نفرح فيه الأيتام ونساعدهم ونحاول إن احنا نعوضهم الفقدان سواء الأب أو الأم. احتفالية يوم اليتيم شارك فيها عدد من قيادات أمانة التحالف الوطني بالفيوم ومؤسسة الجرح التي نفذت احتفاليات مشابهة في محافظات الجيزة والسويس في إطار خطة المؤسسة والتحالف للرعاية المتكاملة للأيتام والفئات الأكثر احتياجاً. نفرح أطفالنا ونخليهم مبسوطين في هذا اليوم ويقدروا يعملوا أنشطة وألعاب وفعاليات ممكن ما تبقاش متاحة على مدار العام. جايين النهاردة عشان نحتفل بيوم اليتيم ونقول لهم كل سنة طيبين وإن شاء الله يبقى يوم جميل كده وسعيد، وانا اول مره احتفل بيوم اليتيم برا الجمعيه عندي. هذا ويهدف التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي منذ انطلاقه الى تحسين اوضاع الفئات والاسر والمناطق الاكثر احتياجا ودعم جهود التنميه بالتعاون مع كافه مؤسسات الدوله وشركاء التنميه المحليين والدوليين للوصول الى مجتمع تنموي مستدام، فضلا عن الارتقاء بجوده حياه المواطنين.